بالأشهر الأخيرة الأسعار ارتفعت بشكل حاد، لكن الرواتب والمساعدات فضلت كما هي. كيف أثر هالشي على الناس؟ خلونا نشوف مع بعض. كيف تشوف تأثير ارتفاع الأسعار مع بقاء الرواتب كما هي بدون زيادة؟ والله في ظلم يعني، لأن صارت الأسعار مثل ما تقول قياسية جدا. طماطم البندورة كنا ناخده ب15 ب10 من أماكن العربي، طبعا محلات العربي، هلا ب35 و45. يعني إذا واحد بده يساوي صحن سلطة صار يكلفه 200 كرون. ما فيش إشي لقدام، الراتب نفس الراتب، ما في مزيد. الحياة عم تغلى ونفس النموذج. البيت أجاره كان 8 صار ب12 صار ب10، والكهرباء ارتفعت، والبنزين عندك والديزل ارتفع، حتى يعني كل مرة بيطلعوا لك بسيستم جديد، يعني يعطوك إياهن في اليمين يأخذوهن في اليسار. طبعاً أثر كثير، يعني أنا واحدة من الناس، يعني أساساً أنا ما عندي دخل لأنه أنا مدى أشتغل، يعني كنت أشتغل وبعدين تركت الشغل. لما أروح أسوق كنت أخذ يعني بالكيلو، هلأ بأخذ بالحبة يعني. فيعني أكيد صعب، صعب جداً، يعني دا نشوف يعني مصاعب كلش قوية. شخصياً أنا دلوقتي أنا عامل عم أقبض مثلاً 12-13 ألف بالشهر، 15 ألف بالشهر. تيجي عندك الإيجار بتدفع له 5,000-6,000 كرون، بتيجي لو عندك سيارة البنزين هلا رفع، الديزل رفع، كل شيء رفع، قبل ما بتيجي آخر الشهر ما بتلاقي كرون بجيباتك. ومقارنة بالعام الماضي بتحس أنه راتبك ما عاد يكفي لنهاية الشهر؟ ما عاد يكفي نهائياً يعني اللي كان مدخر شوية مال شايلون على جنب صار يضطر انه يشيلون ويسحب عشان يكفي يعني. والله السنه هاي لا، احنا لو ضلينا على كورونا احسن بدون ارفع اسعار. هي يعني ما في اي تزايد فيها، يعني بيزيدوا إشي بسيط يعني مقارنه بالاسعار. لا السنه الماضيه انه الاسعار كانت خفيفه شوي، بس هاي السنه وحياه الله ما بيكفي كرون بجيبك ما بيضل، يعني الواحد ما بيعرف شو يعمل. أنت كمواطن موجود بالسويد، شو بتطالب الحكومة أو السلطات يعملوا؟ لأنه هلأ الرواتب ما زادت، وأيضا الناس اللي عايشة على المساعدات، هي المساعدات يدوب كانت تكفيها، فهلأ أكيد وضعهم صعب. فشو بتطالب الحكومة من ناحية الرواتب ومن ناحية المساعدات؟ مو بس من ناحية الرواتب، من ناحية كل شيء يعني غلي. يعني هلأ عندك أنت حتى الجيم أنا دخلت أنا في جيم هلأ، كانت السنة الماضية كان الاشتراك فيه شهريا 200 كرون، هلا عم بدفع 320 كرون. يعني كل شيء غلي، كل شيء بيقول لك غلي 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 غلي. نحن بنرجو من الحكومه ان تطلع على هالشيء يعني. والله الحكومه شو بدنا نطالب بها؟ حتى لو ضلك تحكي من هون لبكره، الحكومه ما بتسوي شيء. ما بتعطيك اي نموذج، هم الشعب السويدي مش مطالب، تي طالب الشعب الاجنبي اللي جاي ملاجئ في البلد هاي مستحيل. طبعا هي الحكومه تعرف انه شو اللي دا يصير، لان حكومه عندها المام بهاي الامور جدا، واني احترم يعني عقليتها وتفكيرها، لكن يراد بعد اكثر يعني انه تنزل للشارع وتشوف معاناه الناس. يعني اكيد انه الراتب اذا قليل والناس ما لها امكانيه شو ايش راح تسوي يعني، فجدا صعب. لكن احنا بنتمنى انه الرواتب بتكون يعني شويه مرتفعه بخصوص مع الحياة الصعبة اللي بنعيشها. والله أنا بطالب يعني إنه يخفضوا شوية أسعار الحاجات الغذائية، يخفضوا شوية كرت المواصلات اللي هو هلا صار 970 كرون، يا الله ب 1000 كرون، يعني يخفضوا شوية البنزين، يعني إنه البنزين الديزل المواد الغذائية خففوها شوية على الناس.